النفس تخرج من الجسد وتطفو في سقف الغرفة وترى الأشياء من تحت وبكل حرية. من الذي أثبت ذلك؟ أثبتت من خلال هذه الحقيقة، أثبتت من خلال تجارب الاقتراب من الموت. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، كيف يمر الوقت على الميت؟ الحقيقة كلنا سيموت، الحقيقة المؤكدة 100% أنك ستموت يوما ما. إنك ميت وإنهم ميتون. فكيف سيمر الوقت علينا؟ أخي الحبيب، في عالم البرزخ بعد الموت سيكون التعامل بلغة الأنفس وليس لغة الجسد المادي. يجب أن نفهم هذه القضية، لأن بعض المشككين أنكر عذاب القبر وقال إذا كان عذاب القبر موجود فإبليس هو المستفيد الأكبر لأنه آخر شخص سيموت. القضية ليس لها علاقة بالزمن أخي الحبيب، لأن الزمن يختلف مروره على النفس اختلافا تاما على مروره على الجسد. الجسد شيء مادي يمر عليه الزمن حسب قوانين الفيزياء. إذن أنت أيها الإنسان عبارة عن مكون مادي، عبارة عن خلايا كربون، أكسجين، هيدروجين، سيليكون إلى آخره، مكونات الإنسان. هذه المكونات يمر عليها الزمن كما يمر على هذه الماء أو هذا الرمل، وبالتالي السنة هي سنة، الشهر هو شهر، الدقيقة هي دقيقة. طيب، النفس بعد الموت هي التي تدخل في عالم البرزخ، الجسد لا يدخل لأننا كلنا نرى جسد الميت أمامنا، نضعه في القبر وبعد فترة يتفسخ ويتآكل ولا يبقى إلا العظام، والعظام تتآكل على المدى الطويل. إذن هذا الجسد لا يدخل في عالم البرزخ، الذي يدخل هو النفس. الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذن الذي يتوفى هو النفس، فهذه النفس لها قوانين تختلف تماما عن قوانين المادة. سأعطيك مثال أخي الحبيب، علماء النفس اكتشفوا شيئا جميلا، أن الإنسان قد يرى حلما يستمر لأيام، وهو في الحلم يرى أنه ذهب وجاء ومرت عليه الأيام والتقى بفلان وكذا، حلم طويل. عندما قاموا بتسجيل موجات الدماغ وحركات العين وجدوا شيئا مختلفا، وجدوا أن زمن هذا الحلم قد يكون أقل من ثانية. طيب كيف ترى نفسك في الحلم أنه مر عليك زمن طويل، ساعات أو أيام أو قد يمر أشهر أحيانا، ولكن الزمن الذي يمر عليك في الواقع على جسدك على موجات دماغك وحركة عيونك هو ثانية؟ طب ما الذي يحدث؟ نستطيع أن نقول إن القوانين التي تحكم النفس تختلف عن القوانين التي تحكم الجسد. وبالتالي أخي الحبيب انتبه معي، يجب أن تفهم هذه القضية لتفهم من بعدها ما الذي يحدث أو ما الذي سيحدث لك بعد الموت في عالم البرزخ. ما الذي سيحدث؟ كيف يمر الوقت عليك في عالم البرزخ؟ الزمن بالنسبة للميت أنا أعتقد أنه شبه متوقف، ف
فالذي مات من مليون سنة مثله مثل الذي مات اليوم، مثله مثل الذي مات بعد 1000 سنة مثلا أو 100 سنة، أو الذي سيموت بعد 100 سنة. سأقول لكم لماذا أيها الأحبة. لأنه في عالم البرزخ كمية النعيم وكمية العذاب لا تقاس بالزمن، تقاس بالكمية وليس بالزمن الذي تستغرقه. يعني أنت قد تنعم في قبرك كل ثانية تقابل 100 سنة، وقد يعذب الإنسان في قبره لمدة ثانية وكأنه عذب لمدة 1000000 سنة. الدليل على ذلك أيها الأحبة أنه يوم القيامة لن يكون هناك زمن خالدين فيها أبدا. الزمن مرتبط بحركة الأرض وبحركة الشمس، ومرتبط بالدنيا، بينما في الآخرة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذن الزمن يمر على الميت بطريقة مختلفة ولكن نحن نجهلها، وليس مطلوبا منا أن نعلمها. نحن يعني أنا بالنسبة لي شخصيا الذي يهمني في عالم البرزخ هل هناك نعيم أو عذاب، هذا الذي يهمني. وأنا أطمح وأعمل ليلا نهارا لأحصل على هذا النعيم. أما إذا كنت سأعذب والعياذ بالله، ما الذي سيهمني إن كنت عذبت سنة أو 100 سنة أو 1000 سنة أو دقيقة؟ الإنسان عندما يحترق جسده ليس مهما احترق خلال ثانية أو خلال ساعتين أو خلال يوم، لأن العذاب سيكون مستمرا والنعيم كذلك. لذلك أخي الحبيب، مرور الزمن على الميت في عالم البرزخ مختلف تماما عن مروره في عالم الواقع المادي، لأن عالم البرزخ لا يخضع للقوانين الفيزيائية المادية المعروفة. الدليل على ذلك أيضا أن هذه النفس أثناء النوم تخرج وتطفو خلاف قوانين الجاذبية. يعني أنت إذا أمسكت بحجر ورفعته للأعلى وتركته سيسقط. النفس تخرج من الجسد وتطفو في سقف الغرفة وترى الأشياء من تحت وبكل حرية. من الذي أثبت ذلك؟ أثبتت من خلال هذه الحقيقة، أثبتت من خلال تجارب الاقتراب من الموت. آلاف الناس الذين فقدوا الوعي تماما وكانوا على وشك الموت، عندما خرجوا من غرفة العمليات وصفوا للأطباء بدقة كيف كان الأطباء يقفون ونفسهم تقف في أعلى الغرفة ويشاهدون العملية الجراحية التي تتم لهم وعدد الأطباء والأدوات المستخدمة. لذلك لا نستطيع أن نقول إن النفس سيمر عليها الزمن مثل مروره على الإنسان المادي الآن أو على الجسد المادي. دليل ثاني أيها الأحبة، هناك أناس عاشوا في غيبوبة لمدة سنوات طويلة. هناك امرأة أمريكية تحدثنا عنها بقيت أكثر من 20 سنة في غيبوبة كاملة وتعيش على الأجهزة، وعندما استيقظت قالوا لها كم لبثت؟ قالت لبثت يوما أو بعض يوم، تماما مثل أصحاب الكهف الذين لبثوا 309 سنوات، وعندما استيقظوا بدأوا يتساءلون، قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. سبحان الله. إذن أيها الأحبة،
ما الذي حدث هنا؟ مرت سنوات طويلة، لماذا لم يشعر بها؟ لأن النفس لا تتعامل مع الزمن، النفس تتعامل مع الحدث، مع نوعية الحدث. النفس تتعامل مع النعيم والعذاب. هل في عالم البرزخ سيكون هناك نعيم أم عذاب؟ هذا المهم، ليس المهم كم الزمن، المهم هل هناك نعيم أم عذاب. فإذا كان هذا الميت بعد موته ينعم، والتنعيم للجسد للنفس عفوا وليس للجسد، لأن الجسد نحن نراه يتفسخ أمامنا، النعيم هو لمن؟ للنفس. والنفس شيء غير مرئي، لم يستطع العلماء أن يروه أو يرصدوه، شيء لم يكتشف أصلا، ولكنه موجود. الدليل على أنه موجود أنني أتحدث أمامكم الآن. إذن أخي الحبيب، ملخص هذا اللقاء باختصار، الذي ينتقل لعالم البرزخ هو النفس، والزمن يمر على النفس بطريقة مختلفة تماما. ربما يمر عليك 100 سنة كأنها ثانية. إذن لا تهتم أخي الحبيب كيف يمر الزمن، اهتم ما هو مصيرك في عالم البرزخ، هل هو نعيم أم عذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعمنا ويجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.